وزير الخارجية الغرب يجب أن يكون ممتناً لبوتين على غزو أوكرانيا. الحكومة تمنح 60 يورو شهرياً لكل طفل ومتلقي المساعدات لمكافحة الفقر. السوريون يتصدرون عمليات التجنيس في النمسا في الربع الأول من العام. ارتفاع التضخم بنسبة 9.7 في أبريل بسبب ارتفاع أسعار السياحة والسكن. النمسا تصر على القيود الحدودية مع سلوفينيا وبروكسل تهدد باتخاذ إجراءات. واستطلاع يؤيد فرض سنة خدمية إلزامية على طالبي اللجوء الرجال. تحية طيبة إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة على النمسا ميديا. وفي خبرنا الأول، قال وزير الخارجية النمساوي شالنبيرغ يجب أن يكون الغرب ممتناً بطريقة معينة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على غزوه لأوكرانيا. وأشار شالنبيرغ إلى أن الهجوم الروسي أيقظ أوروبا من ثباتها ودعا إلى اتخاذ قرار قوي في مواجهة روسيا، مشيراً إلى ضرورة توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل غرب البلقان، وحذر من تبسيط الصراع في أوكرانيا ومن تصاعد الأنانية في الاتحاد الأوروبي، مشددا على أهمية فهم الصراع بشكل أكثر تعقيدا. أعلنت الحكومة النمساوية عن إجراءات لمساعدة الفئات الضعيفة ماديا، خاصة للأطفال ولمتلقي المساعدات الاجتماعية. وسيحصل كل طفل على 60 يورو شهريا حتى نهاية العام المقبل 2024، وسوف يحصل مستحقي البطالة والمساعدة الاجتماعية على هذه الزيادة بشكل تلقائي. وسيتم زيادة مبلغ العودة إلى المدرسة للأطفال الذين يعيشون في حالة مالية صعبة، ومن المتوقع يستفيد حوالي 400 ألف طفل من هذه الإجراءات. müssen wir ein Auge haben auf die Familien und besonders auch die Alleinerzieherinnen und Alleinerzieher, die womöglich durch das engmaschige soziale Netz, das wir in Österreich definitiv haben, auch durchfallen, besonders an den unteren Einkommensrändern. Teuerung ist insbesondere für Familien mit Kindern, für Alleinerzieherinnen mit Kindern eine extrem schwere Belastung, auch für Personen, die aufgrund verschiedener Handicaps halt nicht voll arbeitsfähig sind. تراجعت عمليات التجنيس في النمسا بشكل كبير في الربع الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 32%. وانخفض عدد التجنيس بنسبة الثلث فيما أتى ثلثي عمليات التجنيس بناء على طلب قانوني من الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد النازي وأحفادهم. وتم تجنيس العدد الأكبر من السوريين 373، يليهم الترك 262، ثم البوسنيين 192، بمجموع قدره 3292 شخصاً، فيما كان العدد في الربع الأول من العام الماضي 4861 حالة. ارتفع التضخم مرة أخرى في النمسا أبريل الفائت ليصل إلى 9.7% بعد أن كان 9.2% الشهر السابق. ووفقا لما ذكره توبياس توماس المدير العام للإحصاءات النمساوية، يعزى الارتفاع إلى زيادة أسعار السياحة وارتفاع أسعار السكن والطاقة بنسبة 14.7، وارتفعت أسعار الفنادق والمطاعم والأغذية بنسب مرتفعة أيضا، وبلغ معدل التضخم العام 9.5% حسب مؤشر أسعار المستهلك الموحد في الاتحاد الأوروبي. هددت سلوفينيا باتخاذ إجراءات ردعية بعد تفاقم التوترات مع النمسا بسبب القيود على الحدود المشتركة. وأعلنت بروكسل أنها تتشاور مع الأطراف وتعهدت باتخاذ إجراءات قانونية في منطقة شنغن
التي لا يجب تنفيذ عمليات تحقق ثابتة للهوية على حدودها. وتصر النمسا على القيود بسبب ضغط الهجرة، فيما دعت مفوضية الاتحاد الأوروبي دعت إلى الإلغاء التدريجي للقيود واستبدالها بتدابير تعاونية بين شرطة البلدين. في استطلاع رأي أجراه معهد غالوب، وافق 72% من النمساويين على فرض سنة اجتماعية إلزامية على طالبي اللجوء من الرجال. ويدعم الكثيرون فرضها على الذكور غير المؤهلين للخدمة العسكرية، بينما عارض 51% إلزام المرأة بذلك. كما أيد المشاركون تحسين ظروف المتطوعين وتوفير تذاكر مناخية مجانية لهم. وقد أجري المسح عبر الإنترنت على عينة من 1000 شخص في أبريل 2023. نهاية النشرة، أشكر لكم حسن المتابعة. انتظروني في نشرات لاحقة، حتى ذلك الموعد لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.